هل ستتكرر الحالة الجوية الماطرة التي أثرت على دول الخليج العربي مرة أخرى؟ شهدت عدة مناطق من دول الخليج العربي منتصف الأسبوع الماضي حالة جوية ماطرة وتاريخية ومميزة. ترافقت هذه الحالة بأمطار شديدة الغزارة وحدوث الفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الطرقات. بالإضافة إلى ذلك شهدت مدينة العين الإماراتية كميات أمطار ضخمة خلال 24 ساعة فقط، تم تسجيل 254 ملم من الأمطار. بالإضافة إلى ذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت هذه الحالة مميزة لم تشهدها منذ 75 عاما، وتشير التوقعات إلى عودة فرص الأمطار الرعدية خلال منتصف الأسبوع الحالي لبعض دول الخليج العربي. لكن هل هذه الحالة مشابهة للحالة التاريخية والاستثنائية التي أثرت بها المنطقة الأسبوع الماضي؟ في الحقيقة وحسب آخر المعطيات وآخر التحديثات التي وردت إلينا في مركز طقس العرب، فإن الحالة تعتبر حالة اعتيادية تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة، تكون غزيرة أحياناً وتترافق بالبرق والرعد وزخات من البرق، لكن سيكون تأثيرها بالدرجة الأولى في سلطنة عمان، تحديداً في سلسلة جبال الحجر والمناطق المحيطة بها، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية. أما بخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة فإن التوقعات تشير إلى هطول بعض الأمطار المحدودة والتي قد تسحب بالرعد أحياناً، لكن تتركز في أجزاء من المنطقة الشرقية من دولة الإمارات العربية المتحدة. أتمنى السلامة لكم جميعاً، وتابعونا في كل التحديثات وفي كل التطورات أولاً بأول مع طقس العرب.